استقبلنا السيد الرئيس المحترم السيد مدير الصندوق السيد واسيد المملكة السيد رئيس الجزائري السيد المدير الجهوي في الصندوق السادة الرؤساء التعضيلات الشقيقة إخواني أعضاء المجلس الإداري أطر التعاضدية العامة هذه التعاضدية التاريخية والشقيقة ولسمحوا لي أن أحيي وأتمين هذا العمل الذي يقوم به الرئيس قبل ذلك اسمحوا لي باسم الرؤساء أن أهنئكم أنه بعد ما خصنا نديروا لوتوكريتيك حنا تأخرنا عند التهنئة ما جيناش عندك وهذا الشيء عنده سياقات معينة نفسية اليوم اسمح لي السيد الرئيس أن أهنئك على التمرين الديمقراطي اللي عشتوا التعاضدية وعلى الأوراش الإصلاحية والثورة اللي خلقتي منذ مجيئك من يمكن الإنسان أن يرفع القبعة ويحييك بحرارة مع إخوانك الكبير. سعيد برجوع هذه المؤسسة التاريخية إلى حضن التعاضد المغربي لأنها كانت بعيدة علينا وكنا نعاني أمرين وهذه التفرقة أدت إلى مشهد تعاضدي بئيس المغرب يبرخص الدور الطلائعي والإنساني والاجتماعي الذي يجب أن يلعبه التعاضد فالرجوع بهذه القوة بهذه اللمسة بهذه الثورة ما يمكن إلا يزيد قوي الصفوف ديال التعاضد داخل بلادنا ويكون مشارك أساسي في التنظيم ديال الورش الملكي اليوم كما قال السيد المدير ما عمري جيت أنا للتعاضد ديالنا ما كانش عندي الشرف وكنحضر معلومات في الجمعة العامة كنا كنحسوا بتهميش هذا التاريخ واليوم جينا فرحانين عند الأخ ديالنا الرئيس المحترم الذي يحتضن الجميع يتفاعل مع الجميع يشجع الجميع في هذه المساء اللي يمكن الناس يفقوا لها مرتبة لا أخفيك بأنه ونحن في المجلس الإداري للصندوق حاولنا مرارا مع السيد المدير أن نجمع الشمل خدمة للمنخرطين خدمة للتعاضد اليوم ما يمكن إنسان أن يصفق لهذا البيجو اسمه البيجو هذا بيجو تربوي نفسي اجتماعي أنا رجل تربية أثارني هذا حركة في مجموعة ديال المشاعر ديال خدمة الطفل المغربي هذه الوضعية وكان كتلك بأنه إحنا مستعدين في التعاضد ديال العامة اللي فتحي شراكات أخرى بعمل تطوعي مجموعة ديال النساء ورجال التعليم في الجانب النفسي والسيكولوجي يقدروا أنهم يعطوا يد الله في إطار العلاقات اللي تربطني مع الوزارة والمديرية ديال المناهج يعني نقدروا نطوروا مستقبلا هذا العمل التربوي والسيكولوجي التقطنا الإشارة ديال التجميع وديال العمل المشترك حتى هي غادي نشتغلوا عليها سيكون لنا الشرف أن نحضر معك في الجمع العام المقبل ضيوفا كراما داعمين لك ولتجربتك وتكون فرصة للتلاقي والنقاش حول يعني التعاضد ودوره وحول هذا الملف ديال الدبلوماسية الإفريقية التي تأخرت كثيرا بالتالي خصنا جميعا يكون عندنا الهم الوطني خدمة الوطن خدمة قضيتنا الوطنية كذلك على مستوى الدبلوماسية ونحن مستعدين كنمشيو لواحد الجمعية دولية وحنا غايبين على إفريقيا وهذا يعني خطأ جسيم نرتكبه كتعاضدي فكنبغي نحييك السيد الرئيس على هذه المبادرة وعلى هذه الأوراش الإصلاحية وعلى هذا التسويق وعلى هذا النموذج اللي كتحاول ترسخه اليوم الثقافة الجديدة فما يمكن الإنسان إلا يفتخر بها يدا في يد من أجل صنع تعاضد مغربي يخدم الوطن يخدم المنخرطين يخدم الورش الوطني شكرا للجميع